نهى الإسلام أن يزاد في القبر، نهى الإسلام أن يجصص القبر، نهى الإسلام أن يكتب على القبر، سواء كانت كتابة عامة أو كتابة الاسم، لأن الحديث عام، وكلمة أن يكتب مصدرية بمعنى المصدر في سياق النهي فتكون عامة، سواء كتب الاسم اسم هذا الميت أو كتبت أسماء أو كلمات أخرى.